أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس تعتبر قرارات حكيمة ومدروسة، وتأتي في إطار المسؤولية الوطنية التي يأخذها الفريق الوطني على عاتقه لتعزيز الأمن الصحي وزيادة الوقاية من الإصابة بالفيروس. أشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين تحتفل مع بقية دول العالم باليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من شهر أبريل، وهي تسجل نجاحا تلو الآخر وتفخر بما أنجزته من عمل غير مسبوق في التصدي للجائحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى، معربا عن بالغ الاعتزاز بالدور الذي تطلع به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تبذله من جهود مميزة ومشهودة لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والبرامج العلاجية بصورة إنسانية وعادلة. ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الإنجاز الكبير الذي حققته مملكة البحرين منذ انتشار جائحة كورونا عالميا والنموذج المشرف الذي ظهر عليه فريق البحرين وحظي بإشادة عربية وإقليمية ودولية يحتم على الجميع مضاعفة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي للجائحة.